قدرنا نوصل إلى توليفة معينة بإذن الله، أن الفرق اللي إلى الآن تأكد بإذن الله مشاركتها من مصر مثلا فريق الأهلي والزمالك، من السعودية بيكون في نادي النصر والنادي الهلال، من الأردن النادي الفيصلي، من الجزائر النصر أتلتيك حسين داي، ونادي الفتح من المغرب، وترجي من تونس. هذولا احنا الفكرة اللي عندنا ان اول اربعة دول، اول اربعة مقاعد حسب تصنيف الفيفا يتأهلون مباشرة الى النهائيات.